معلومات وحقائق غريبة عن القطط. الجميع يحب القطط وتسارع لتربية هذا الكائن النقي ذو الشكل الجميل، ولكن قد لا تعرف المزيد حول القطط وكيف تتعامل. لذا نقدم لك اليوم الكثير من المعلومات والحقائق الغريبة عن القطط. حاسة السمع عند القطط. تسمع القطط الأصوات ذات الموجات الفوق صوتية مثل التي تصدر من القوارض أو الدلافين، والتي لا نستطيع نحن أن نسمعها أو نميزها، كما أن القطط تستطيع أن تميز صوت صاحبها بسهولة. تقضي القطط 70% من حياتها في النوم. ويشتهر عن القطط أنها كائنات كسولة بعض الشيء، خاصة سلالة القطط الشيرازي، لذا فمعظم حياة القط يقضيها في النوم، فهي تستغرق ما يقارب من 70% من حياتها في النوم والاسترخاء. تشرب القطط المياه مالحة. ببساطة تستطيع أن تشرب المياه حتى إذا كانت مالحة. فقد يصعب عليك أنت ذلك، ولكن أمر سهل بالنسبة إليها، فلديها ميزة تصفية المياه من الملح المتواجد بها، لذا لا تحتاج القطط لشرب المياه العذبة دائما. وتستطيع القطط فهم كلامك معه. فستتطور القطط على مر السنين في أصواتهم حتى يستطيعوا التواصل مع البشر. فالقطط البالغة لا تحتاج إلى أي أصوات للتواصل مع بعضها البعض. وكلما تكلمت أنت مع قطتك، كلما حاولت هي من تطوير طرق الفهم والتواصل، وبالتالي كان التواصل بينكم أقرب وأسهل، فيمكنك أن تتكلم معه وتسمع. لا تتذوق القطط الحلويات. لا تمتلك القطط حاسة التذوق للحلويات أو السكريات، فهي لا تأكل الحلويات وتحب اللحوم والخضروات بدلا عنها، ولكن قد تأكل الحلويات ولكنها لا تتمكن من تمييز طعمها. اللبن البقري مضر للقطط. تعتبر مادة اللاكتوز في الألبان مضرة للغاية للقطط، فالكثير من القطط لا تستطيع أن تتحمل هذه المادة، ما عدا الحليب الذي تحصل عليه من والدتها فهو ما يبني جسدها. لا تحب القطط العناق. قد يكون العناق موترا للغاية للقطط، حيث أنها تقلق من هذه السيطرة، خاصة في حالة إذا كنت تملك أكثر من قطة في المنزل. لذلك حتى تقترب إليها، قم بمشاركتها في اللعب والاهتمام بها بعيدا عن كثرة العناق. احتكاك القط بك لا يعني أنها يحبك. يقوم القط بالاحتكاك بك حتى يضع عليك رائحته ويتعرف على رائحتك، وحتى يرسل رسالة إلى القطط الأخرى أنه يقطن هنا وأن هذا مكان. قد يأكل القط صاحبه عند وفاته. في الوقت الذي يموت صاحب القط بجانبه، قد تضطر القطة لأكله، وهذا ما يسمى عند موت أحدهم فجأة ولم تجد القطة من يطعمها افتراس ما بعد الموت. صوت القط يداوي مرضه، فالقطط تصدر صوتا مثل صوت الهدير عندما تشعر بالراحة أو الاطمئنان، وحتى عندما تكون مريضة، وهذا الصوت يعمل على تقوية صحة عضلاتها وعظامها حتى أنه قد يسبب في سرعة شفائها. فك القطط سابق. لا تستطيع القطط أن تحرك فكها للأعلى أو للأسفل، بعكس الإنسان هو يستطيع أن يحرك فكه في جميع الاتجاهات. لا تأكل القطط المنزلية فريستها. في حين تجعل قطتك تجلس معك في المنزل، فهي تقوم بالاصطياد سواء الفئران أو الطيور حتى تعلمك الصيد، وليس لأنها جائعة. فستجد أن القطط المنزلية لا تأكل الفرائس التي تصطادها وإنما تعطيها لها. أصابع القطط غير متساوية. تمتلك القطط في الأرجل الأمامية 5 أصابع وفي الأرجل الخلفية 4 أصابع فقط.